متابعينا الأعزاء في كل مكان، كما شاهدتم الشوط الرئيسي الأول والذي غادر تحت أقدام الشاهنية لمحمد بن سالم الفارسي، من قدمها لنا بتوقيت زمني 2:03 ليأتي لنا بالفعل يغادر بشوط الكاس ونقطتين على أرضية ميدان البطحة بمهرجان التميز بالمحطة الثالثة. إذا مشاهدينا الأعزاء ومتابعينا الكرام بكل مكان، انطلق على بركة من الله وتوفيقه شوط البندق للجعدان المشتركات. مسافتنا هي 1500 مباشرة المركز الأول، حيث انطلاق، حيث تحرك، حيث إبداع وإمتاع لمحمد بن داود التبعي، من يقدم لنا شاهين على المركز الأول. المركز الثاني حيث تسلل شاهين وسهيل بن عبد الله التبعي. المركز الثالث لاحظ الوصول من ناصر بن عبد الله الوهيبي ليقدم لنا شاهين. المركز الرابع حيث تسلل مبلش وخميس بن ناصر السنيدي قادم النعم ليقدم لنا مبلش على المركز الرابع، ولكن العودة حيث انطلاق شاهين. محمد بن داود التبعي من يقدم لنا شعاره على المركز الأول، وشوط البندق، شوط البندق يا اخواني، شوط البندق ينطلق بانطلاق مميز، ينطلق بتحد خطير. محمد بن داود التبعي، محمد بن داود التبعي. الله يا شاهين، الله يا شاهين، غادر عن الكل، غادر عن الجميع ليهدي الناموس. أهالي ميدان البطحة، أهالي ميدان البطحة يحيون ويرحبون بهذا البطل القادم، شاهين والسلالة المرموقة، شاهين والسلالة المرموقة، شاهين والسلالة المعروفة. سلام سلام سلام، تحية واحترام على هذا الفوز والانتصار المستحق. سلام يا محمد يا بن داود يتبعي على هذا الفوز والانتصار المستحق. والعصا في الابطان ما حرك ولا قال لساكن. المركز الثاني حيث وصول المركز الثاني اللي وصل على المركز الثاني شاهين سهيل بن عبد الله التبعي. إذا مشاهدينا الأعزاء ومتابعينا الكرام، يغادر البندق تحت أقدام شاهين بتوقيت زمني 2:02، ومحمد بن داود التبعي.